منير. بصوا يا جماعة، أنا مش عارف أفتحكوا إزاي، مش عارف أبتدي معاكم منين، لأن الحقيقة لغاية اللحظة دي أنا مش مصدق. يا ترى أنتوا هتصدقوا؟ بصراحة يا جماعة أنا عمري ما اتكلمت عن نفسي، بس اللي هيحصل النهاردة هيضطر أقول إن أنا جامد، أنا مجرم، أنا بجيب من الآخر. 5 سنين يا جماعة وانا بتمنى اليوم ده، 5 سنين صوته بيرن في وداني، لما بنام شعره بيطلع لي في الحلم، لما بتفرج على افلامه بحس ان احنا مش بنعمل افلام يا جماعه، احنا بنعمل فخفخينه، لما بشوفه بيمثل ببقى عايز اخنق السقه، اخش عز اروح لمحمد رمضان واقول له خلع تلعب عربياتك. النهارده يا جماعه يوم العزه والكرامه، لحظه المجد والفخر، ليله تحقيق الذات، اليوم اللي احس فيه اني حققت جزء كبير من طموحي المريض، هغرس نبته جديده في أرض الدم، هرصع تاج الشر بجوهرة نفيسة بلا فخر. الحلقة دي يا جماعة هيتفرج عليها فوق 10 مليار بني آدم، النايل سات هيترج، الريسيفرات هتهنج، القمر الصناعي هيخرج من مداره. احنا بالصلاة على النبي يا جماعة علمنا على حمل الوطن العربي وسبنا بصمة في هوليوود، ما كانش ناقص لنا غير بوليوود علشان نحطها في السي في بتاعنا، جبنا الطب بتاعهم معانا ومعاكم، محطم الأرقام القياسية، أسطورة السينما العالمية، فتى الشاشة الهندية شاروخان.